كبسولة صحصحني وأبطلها في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم. البطل الأول البروكلي بيخلص الجسم من السموم الناتجة من تراكم المواد المخدرة والمسكنات في الكبد والكلى، ده غير انه سهل الهضم ومليان ألياف طبيعية بتساعد على تنشيط حركة الأمعاء. البطل الثاني الشعير، في كم من النحاس بيهاجم الخلايا الحرة المسببة للسرطانات، واللي بيكون أكتر عرضة ليها هم متعاطي المواد المخدرة.